اولا رحب بك النجم فايز المالكي عبر شاشة الرياضيه السعوديه. ودنا نسالك عن توقعاتك لمباراه هلال الاتحاد على نهائي كاس خادم محمود الحسين في الابطال. اول شيء انا سعيد فيكم وفي تواجدكم معنا في لوكيشن مسلسل سكتم بوكتم، وسعيد بتواجد كاتب المسلسل معي الاستاذ عبد العزيز المدهش. ومباراه حقيقه نعتبرها مباراه عالميه مش محليه، ويكفي تواجد مولاي خادم محمود الشريف بها. اتوقع نتيجه معينه. نتيجة معينة يا أخي، الهلال قوي خلاص، عرفنا أن الهلال أقوى أندية، هو يأخذ كل البطولات خلاص، يترك فرصة للعالم تفوز يعني، خلاص لازم يفوز الهلال يعني. فريقك مفضل بركان؟ خلاص أبو ورطة. أنا أعشق النصر وموت الهلال يعني، أنا اللي يفوز أشجعه، أي واحد يفوز أشجعه، ما عندي مشكلة، نصر، هلال، اتحاد، شباب، أي شيء. توقع نتيجة معينة يعني يوم الجمعة؟ توقع 3-2 لصالح الهلال. ايش رايك مستوى الفريقين في هذه البطولة؟ مستوى ايش رايك انت عبد العزيز؟ والله يعني الهلال والاتحاد يعني كلاسيكو، كلاسيكو الاندية السعودية ان شاء الله. ترى هلالي بحث والله، هلالي. انا نصراوي، الله اكبر. شوف مع الاذان ذا نقول ان شاء الله انه يفوز الاتحاد او يفوز الهلال. توقع نتيجة معينة استاذ عبد العزيز؟ والله ان شاء الله اتمناها هلالية، 2-1 الهلال. تابع الفريق الهلالي اكيد استاذ؟ اكيد يعني الهلال زعيم الانديه الاسيويه يعني خلاص. ما ادري ايش رايك في غياب اللاعب الروماني رادوي عن الفريق الهلالي؟ طبعا يعتبر خساره كبيره، خساره كبيره جدا، لكن ان شاء الله الباقيين فيهم الخير والبركه، الهلال ما يتاثر باي نقص يعني. والله الحمد.